ماشي غبرت، كنحاول انني نختار دي بروجي اللي غيكونوا في عند حسن مستوى، عند حسن الظن ديال الناس اللي كيتسناو مني الاعمال. دابا يلاه ساليت من تصوير فيلم طويل كورسا، ان شاء الله غادي يخرج في مارس الى ما الى كلشي كان مزيان. كانوا معايا بزاف ديال الممثلين، هم بشرى اهريج، سي عبد الله فركوس، عدنان محجة، ربيع القاطي، خلود، يعني كانوا بزاف ديال الممثلين. ان شاء الله احنا خدامين، ماشي المهم الكم ديال شنو كنديروا، المهم هو شنو كنقدموا للناس باش الناس يبقاو تبقى ديما عندهم ديك النظره علينا مزيانه. حياه الشهره انا ما كان زعما ما كان ماشي ما كان ما كنحسش بها، ولكن كنحاول كل كنحاول، انا مراه بحالي بحال كل السيدات، كنعيش حياتي بحال كل السيدات. يعني سي فري كيكونوا دي زيفينمون اللي خاصنا نكونوا فيهم ونبانوا فيهم وهذا، ولكن فوالا معنى الشهره اونتر كيمي عندي انا كيقتصر على هذه. و فوالا دونك كل اللي نقول لك جو بريفير محبه الناس على الشهره. فوالا كيف ما قلت لك قبيله، نبقاو طبيعيات الماكسيموم بوسيبل، نتهلاو في راسنا بدي برودوي ناتشوريل، اولا نختاروا دي مارك اللي كيستعملوا مواد طبيعيه، و فوالا نتهلاو في راسنا. و فاسون الا كنا مزيان في الداخل ديالنا راه داكشي تيبان للناس. كنشكرهم بزاف وكنقول لهم ان شاء الله نكون دائما عند حسن الظن ديالهم، وان شاء الله تسناو الجديد ديالي راه كاين، راه ما غبرتش. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.